انضم إلينا من تونس مراسلنا هناك ياسر دبابش. ياسر، آخر تطورات المسألة المتعلقة بمنح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد والخلاف بين مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة. نعم أحمد، تحية لك. يعني هناك اجتماع متجدد الآن لنواب كتلة نداء تونس بمشاركة رئيس الهيئة السياسية حافظ قائد السبسي، وهو نجل الرئيس التونسي. الكتلة البرلمانية قررت في اجتماع سابق لها بأنها لن تمنح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد. كذلك الحال، هناك كانت دعوات من قيادة الحركة للوزراء المحسوبين عليها داخل الفريق الحكومي، إما بالانسحاب من الحكومة أو الانسحاب من الحزب والإقصاء من في صفوفه. في هذه النقطة تحديدا ياسر، هل هناك هذه الدعوة، هل تمت الاستجابة لها من أي من الوزراء، وزراء نداء تونس، إما بالاستقالة أو بأنهم ربما قرروا الانسحاب من الحزب؟ إلى حد هذه الساعة لم يصل أي رد إلى قيادة حركة نداء تونس، التي يعني امتعضت وتسود حالة من الاحتقان والغضب في صفوفها من توجهات يوسف الشاهد وحركة النهضة واتهامها بالانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد. إلى حد الساعة لن يتم التجاوب مع هذه الدعوات، لكن ربما الحسم يكون أحمد في الساعات القليلة المقبلة مع انتهاء اجتماع الديوان السياسي الذي سيأخذ أو سيقرر عدة توجهات للحركة، يعني إزاء هذه الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد بعد التعديل الوزاري الذي رفضته أيضا الرئاسة التونسية. وفي هذا الصدد أيضا أعلن مسؤول منذ قليل بأن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيتوجه بكلمة للشعب التونسي ظهر هذا اليوم. ربما يعني تكون هناك عدة قرارات رئاسية، سيما وأن أنباء تحدثت بأن الرئاسة قد راسلت البرلمان وطعنت في التعديل الوزاري، وهذا من شأنه أيضا أن يعمل على تعطيل أو على الأقل تأجيل الجلسة العامة المقررة. نعم. أو التي سيتم إقرارها لاحقا. إذن ياسر، واضح موقف رئاسة الجمهورية ورئيس باجي قائد السبسي وأيضا موقف نداء تونس، لكن ماذا عن باقي الأحزاب والكتل الأخرى في البرلمان التونسي؟ نعم، يعني نتحدث عن كتل برلمانية أحمد، نتحدث عن تغيير الموازين والقوى. نحن الآن في قلب العاصمة التونسية، لكن ليس بعيدا من هنا في باردو حيث مقر البرلمان التونسي، هناك التحالفات وما يجري ما وراء الكواليس ما بين الكتل البرلمانية. نتحدث عن كتلة النهضة، ونتحدث عن كتلة الائتلاف الوطني المساندة ليوسف الشاهد، نتحدث أيضا في المقابل عن كتلة نداء تونس التي بدأت بين قوسين تلملم جراحها بعد انسهار حزب الاتحاد الوطني الحر في صفوفها، وأيضا دعوتها للقوى التقدمية والحداثية بالانضمام لها. وكانت هناك الدعوات لتشكيل حكومة بدون النهضة. هناك كان اليوم موقف لافت للعيان بعد أن صرح نائب في البرلمان عن النداء وقال بأن الحركة لديها استعداد بأن يكون يوسف الشاهد يبقى على رأس الحكومة، لكن أن تكون هناك حكومة جديدة بدون حركة النهضة. يبدو بأن يعني النفق أو الطريق، طريق الحوار بين النهضة والنداء قد أغلق بشكل شبه كامل بعد أن أدارت النهضة ظهرها لحركة نداء تونس ورفضت تعديلا وزاريا شاملا وقالت بأنها تريد وضحت الصورة على الاستقرار السياسي. ياسر دبابش مراسلنا في تونس، شكرا جزيلا لك.